بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا فيكم من خلال برنامجكم برنامج مساء الخير يا كويت. مساكم سعاده، مساكم تفاؤل، مساكم ايجابيه دائما من خلال هذا البرنامج وعليكم جميعا. في البدايه مسي بالخير على اخواني المصورين، اخواننا خلف الكنترول، ودائما وابدا الى زميله أمان. مساء الخير. مساء النور عيد ومساء السعادة والإيجابية مثل ما قال طبعا زميلي عيد، ويا هلا مرحبا فيكم، وأجمل تحية مني لكم ومن أسرة عمل برنامج مساء الخير يا كويت، وسعداء بتواصل معكم يوميا من خلال هذا البرنامج وتسليط الضوء على كثير من المواضيع والفعاليات والأنشطة المهمة عندنا في دولة الكويت. شهدت الكويت ليلة أمس هطول أمطار غزيرة تسببت في إغلاق بعض الطرق والشوارع، وعلى أثرها أعلن مجلس الوزراء تعطيل جميع الوزارات والدوائر الحكومية نظرا لسوء الأحوال الجوية، كما أعلنت وزارة التربية تعطيل الدراسة اليوم. بالضبط يا عيد، وتبذل الجهات الحكومية المعنية جهودا حثيثة لمعالجة آثار الأمطار الغزيرة التي هطلت على البلاد ليلة أمس، كما أنها تقف على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي ظروف قد تنتج عنها. نعم. وتقوم فرق حكومية عدة بعمليات الإنقاذ والإسعاف والإصلاح الآثار، كما نشاهد الآن على التلفزيون، وهذه اللقطات التي أدت إلى تعطيل الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية نتيجة أحوال الطقس التي تعرضت لها البلاد. وطبعا مشاهدينا، من الفرق الحكومية التي كان لها دورا واضحا في عمليات الإنقاذ هي الإدارة العامة للإطفاء التي قامت بدورها على الوجه الأكمل والأمثل في إنقاذ الأرواح والممتلكات، ونحن بدورنا نتوجه طبعا بخالص الشكر والتقدير لوزارة الداخلية ولإدارة العامة للإطفاء ووزارة الصحة ووزارة الأشغال وبلدية الكويت طبعا على جهودهم المخلصة وسرعة الاستجابة للتعامل مع الأحوال الجوية المتقلبة. طبعا ونحب نوه يعني للمشاهدين، احنا نتمنى لهم عيد السلامة للمواطنين والمقيمين على حد سواء. نعم، ولا زلنا من خلال برنامجكم برنامج مساء الخير الكويت نتواصل معكم، وكذلك لا ننسى دور مجلس الوزراء الذي يترأسه سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، وقد قام سموه بزيارة إلى مبنى وزارة الداخلية ثم توجه إلى إدارة العمليات المركزية التابعة للإدارة العامة للإطفاء للوقوف على آخر المسجدات والجهود المبذولة من قبل رجال الأطفاء. حرصا من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح على سير العمل بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد صباح اليوم، فقد اطلع سموه على سير العمل من غرفة العمليات المركزية بالإدارة العامة للإطفاء، حيث قدم أبناء هذا الوطن العزيز في كافة قطاعات الدولة المختلفة صورة مشرفة لتعاونهم وتكاتفهم وتقديم المزيد من الوقت والجهد واتخاذ كافة الإجراءات حسب الخطط المعمول عليها لضمان عودة الأمور إلى طبيعتها. كما قدم سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح كلمة أثناء تفقده سير العمل بغرفة العمليات المركزية بوزارة الداخلية. يعني احنا بلد عندنا الامكانيات اللي نقوم في مثل هذه الامور، لكن الخير اللي نزل كان يعني اكثر من توقعاتنا، وكان الفتره القصيره اللي كان نزل فيها هو اللي سبب لنا هذه. واعلنا ان المدارس والحكومه تسكر لاسباب معينه لنترك المجال لمن يعمل لفتح الطرق أن يكون يعني ماخذ راحته في اتخاذ مثل هذه الإجراءات، ما تأثر عليه ازدحامات المرور وغيره، كان هذا الهدف. ولا الحمد لله الآن يعني طمنوني وقاعد أشوف الشوارع كلها ماشية وفاضية فيها، وأيضا طلبت منهم أن يعني إحنا أيضا معرضين لأمطار اليوم مباشر وكل هالفترة، فإن شاء الله استعداداتنا تكون
كاملة. لازم نتواصل معاكم أيضا. كذلك قام معالي وزير الإعلام ووزير الدولة عموما، احنا نتواصل إن شاء الله، معانا تقرير خاص في هذا الموضوع. فاصل ونرجع لكم إن شاء الله. عدنا إليكم من جديد وعلى الهواء مباشرة أعزائي المشاهدين من برنامج مساء الخير يا كويت. طبعا قام معالي وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب السيد محمد ناصر الجبري والسيد طارق المزرم وكيل وزارة الإعلام بجولة على كافة قطاعات وزارة الإعلام والوقوف على آلية سير العمل وآخر تطورات المتابعة الإعلامية لآثار أمطار الخير والبركة على البلاد. قام معالي وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب السيد محمد ناصر الجبري بجولة تفقدية على سير العمل باستديوهات البث التلفزيونية بوزارة الإعلام، حيث اطلع معاليه على خطة العمل لتغطية مختلف المواقع من دولة الكويت بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها الدولة صباح هذا اليوم. كما أشاد معالي وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب السيد محمد ناصر الجبري بالجهود الحثيثة والدؤوبة التي تقدمها الكوادر الوطنية العاملة لنقل صورة شاملة وواضحة للمشاهدين باستخدام أحدث الأجهزة عالية الجودة. نحن الآن متواجدون في استديو الأخبار لمتابعة الأحداث عن كثب من خلال الجهود الحقيقة اللي قاموا فيها أخواني في وزارة الإعلام منذ ساعات الصباح الأولى، وكلهم متواجدين لتغطية الأحداث في هذه الأجواء والأمطار اللي إن شاء الله تكون أمطار خير وبركة، وكل هذا بتوجيهات من سمو رئيس مجلس الوزراء، واللي الكل شاهد الجولة اللي قام فيها من غرفة الكنترول سواء في وزارة الداخلية أو في الإدارة العامة للإطفاء. اليوم مراسلين في وزارة الإعلام قاعد يتواصلون مع كافة الجهات، الصحة، الحرس الوطني، الإطفاء، الداخلية، وزارة الأشغال، كل الجهات المعنية الحقيقة لإيضاح الصورة للناس في هذه الأجواء وهذه اللي قاعد تعيشها البلاد في هذه الأيام المباركة، واللي إن شاء الله تكون أمطار خير وبركة، والحمد لله كل الأمور تمشي على أكمل وجه، ومستمرين أيضا في البث المباشر في وزارة الإعلام في كوادرها اللي أحب حقيقة أوجه لهم كل الشكر على الجهود اللي قاموا فيها لإيصال الصورة الكاملة والمباشرة إلى الناس. مشكورين، قواكم الله. نجدد لكم التحية من خلال برنامجكم برنامج مساء الخير يا كويت، وعندنا اتصال هاتفي. وحول جاهزية مدارس وزارة التربية، سرنا أن يكون معنا عبر الطرف الآخر من الهاتف المهندس ياسين عبد الله الياسين، الوكيل المساعد لشؤون المنشآت التعليمية والتخطيط بوزارة التربية. يا هلا ومرحبا فيك ومساك الله بالخير مهندس ياسين، وبعد التحية ويعطيكم الصحة والعافية. أنا ودي أتكلم معاك عن جاهزية المدارس لاستقبال الطلبة بكرة إن شاء الله. مساء الخير أخوي عيد، مسي عليك وعلى الأخوان الاستديو معاك، ومسي على مشاهدينا في تلفزيون الكويت، ونبارك لكم نزول الأمطار، أمطار الخير على كويتنا الحبيبة.
تم الاستعداد اليوم من الصباح الباكر بناء على توصيات رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك وتوصيات وزير التربية دكتور حامد العزمي. قمنا بالاستعداد لاستقبال الطلبة القد إن شاء الله، وتم التجهيز وتنظيف المدارس والاستعداد لها للدوام بكرة إن شاء الله. نعم مهندس ياسين، يعني هذا الكلام يقودنا إلى سؤال مهم جدا، هل هناك مدارس تأثرت أو تضررت جراء أمطار الخير والبركة؟ طبعا هذا شيء لابد منه. اليوم طبعا الأمطار كانت في الشوارع وفي المدارس، طبعا لابد من تأثيرها على المدارس، بس تم بحمد الله السيطرة على المياه هذه وتم إخراج المياه من المدارس، والحمد لله للحين احنا متواصلين طبعا من اليوم الصبح إلى وقتنا هذا. احنا قمنا بنقل المياه هذه خارج المدارس والاستعداد اليوم القد إن شاء الله. المهندس ياسين، يعني أفهم من كلامك أن جميع المدارس في الكويت جاهزة والله الحمد؟ بإذن الله، وما ندري بعد الأمطار يمكن تجينا الليلة، فإن شاء الله بس احنا على أتم الاستعداد إن شاء الله نكون جاهزين. وبعد ما نضمن الظروف، ولكن إن شاء الله بنسبة كبيرة احنا إن شاء الله جاهزين لاستقبال الطلبة باكر إن شاء الله. نعم نصائح لأولياء الأمور. والله أنا أنصح أولياء الأمور أنهم يوصون عيالهم بخصوص قدر الإمكان الابتعاد عن الأماكن اللي فيها المياه حفاظا على سلامتهم. يعطيك الصحة والعافية المهندس ياسين عبد الله ياسين، الوكيل المساعد لشؤون المنشآت التعليمية والتخطيط بوزارة التربية. طبعا نوه سعادة الوكيل المهندس ياسين عبد الله ياسين أن وزارة التربية جاهزة إن شاء الله في الغد استعدادا للطلبة بعد عملية الأمطار الأخيرة. كل الشكر والتقدير لك. ونتوجه الآن إلى الدائر السادس وتحديدا مقابل الأستاذ جابر الدولي، حيث يتواجد هناك زميلنا أحمد الفرحان وضيفه النقيب سالم دشتي ضابط نوبة بالإدارة العامة للأطفاء. يعطيك الصحة والعافية زميلنا أحمد ومساك الله بالخير، والكلمة لك. مساك الله بالخير عيد، قواك الله ويعطيك العافية وجميع الزملاء في استديو مساء الخير يا كويت، وأيضا نرحب بمشاهدينا عبر شاشة تلفزيون دولة الكويت. احنا متواجدين على الهواء مباشرة على الدائرة السادس مقابل استاذ جابر الدولي ومنطقة جليب للشيوخ. كان هناك حركة، يعني هذا الشارع يمكن كان مغلق من صباح اليوم، ولكن قاعد نشوفه الحركة السيابية من تقريبا ساعة إلى الآن. كنا متواجدين مع رجال الإطفاء وأيضا رجال الداخلية يعطيهم ألف عافية، فحبينا ناخذ أكثر من خلال هذا اللقاء مع النقيب سالم عبد الله دشتي وهو ضابط نوبة في الإدارة العامة للإطفاء. مساك الله بالخير وقواك الله. مساك الله بالخير ويعطيكم العافية وما قصرت، مساء الخير. نقيب سالم، بداية يريد تكلمنا عن الحالة اللي صارت على الدائر السادس في المكان اللي بالخلف بالضبط. والله بالنسبة حق الدائر السادس، تسكر الدائر السادس، انترس ماي حالة غرق، يعني سيارات وجهزنا آليات وجبنا جرافات والونشات، سحبنا السيارات وتم التعامل معاه بشكل صحيح مع وزارة الأشغال. إذا نتكلم عن استعداداتكم لهذا الموسم، يعني دائما رجال الإطفاء ما يكون مستعدين بالذات لمثل هذه المهام الصعبة، يقدمون الكثير، شنو كانت استعداداتكم نقيب سالم؟ والله طبعا استعداداتنا، طبعا كل شهر 9 من كل عام نبدأ خطط طوارئ الأمطار مع مراكز ووضع توزيع الغوارب والمضخات ويكون بجاهزية تامة. إذا نتكلم عن التنسيق والمتابعة مع مراكز الإطفاء في الكويت بشكل عام، هل كان هناك تنسيق ومتابعة مع كل مراكز الإطفاء؟ طبعا التنسيق مع غرفة العمليات، تم تنسيق مع مراكز والتواصل معهم، ويتم أي احتياجات لهم مع إمداد مركز الإسناد وجاهزية المعدات والآليات. إذا نتكلم عن عدد البلاغات نقيب سالم اللي وصلتكم اليوم.
طبعا وردنا تقريبا ما بين 160 بلاق، منها غرق سيارات وغرق منازل، وتم انقاذ اشخاص وسحب مركباتهم وتعاملهم بسرعه بزمن قياسي، والحمد لله لك يا رب. التعامل مع جهود رجال الاطفاء وتعاونهم مع احدى الوزارات. يعني مثل هذه المواقف ما ودنا نتجاوزها بسرعة. شفنا بعض الفيديوهات لرجال الأطفاء، يعني يعطيهم العافية، اللي دائما مبيضين الوجه بعملهم وهم ينقذون أطفال مثل ما قلت أو ناس في السيارات. ياريت تكلمنا عن هذه العمليات اللي تم. والله يعطيهم ألف عافية رجال الأطفاء، يتم تعاونهم بشيء دقيق وسرعة بالتعاون بالمنازل أو بالحوادث، ويعطيهم ألف عافية صراحة أمانة. أكثر المناطق اللي تم التعامل مع البلاغات فيها تقريبا الخطوط السريعة، دائر السادس، فيحيل، تقريبا الظهر، الرقة، في وبعض المناطق الداخلية، دائر الأول، الأماكن اللي فيها أغلب الخطوط اللي فيها الأنفاق. نقيب سالم، كلمنا عن التقنية الحديثة وشون يعني ساعدت رجال الإطفاء في عمله. والله عندنا طبعا أحدث الآليات والمعدات أحدثها جديدة، ومنها على سبيل المثال عندنا الكاميرا الحرارية، هي طبعا تكشف الأشخاص المحشورين في الأماكن، مباني أو إلى آخره. هل تم التعامل مثلا بأجهزة جديدة في مهماتكم اليوم؟ نعم صحيح، عندنا آليات جديدة وحديثة ومعدات هم حديثة، وتعاملها بالعكس شيء جميل بالإدارة العامة للإطفاء أنه وفرت لنا الآليات الجديدة والحديثة. ممكن توجه كلمة لرجال الإطفاء نتكلم فيها عن دورهم وجهودهم وما قدموا، نشكرهم على الأقل على ما قدموا اليوم من خلال تصديهم لمثل هذه الأشياء، أو حتى وقوفهم إلى جانب الناس في مثل هذا اليوم اللي كان فيه أمطار خير على ديرة الحبيب الكويت. والله نشكر عموم رجال الإطفاء من أفراد وضباط، ونشكر مدير العام الفريق خالد المكراد على جهوده وجهود المدراء، ويعطيهم ألف عافية وما قصر. ونشكر طبعا جميع الجهات المشاركة، منها وزارة الداخلية والحرس الوطني والطوارئ الطبية وزارة الأشغال والطرق والبلدية، يعطيهم ألف ألف عافية ما قصروا. نقيب سالم عبد الله دشتي، كل الشكر لك على وجودك معنا اليوم، والشكر أكيد موصول لجميع رجال الإطفاء، هؤلاء الأبطال اللي دائما موجودين يضحون بأرواحهم لأجل سلامة الناس. دائما ما نلقاهم أمانة، يعني إحنا ما نبخص حتى حق الآخرين، سواء وزارة الداخلية، إدارة الطوارئ الطبية، جميع الإدارات المتعاونة في هذا العمل. ومثل ما نشوف حتى اليوم، يعني حركة الطيران كانت انسيابية وعادية، لم تتوقف حركة الطيران والملاحة في مطار الكويت الدولي، كانت الحركة انسيابية وماشية على حسب الأصول. وأيضا عمل كبير وجبار قام فيه رجال الإطفاء، يعطيهم ألف عافية وقواهم الله من خلال ما قدموه اليوم. هي أمطار خير صحيح على ديرتنا الحبيبة، ولكن ممكن تحدث بعض الحوادث، ولكن هؤلاء الرجال متواجدون دائما. كان هذا لقاءنا من الدائرة السادس، كنا معاكم على الهواء مباشرة، والآن عودة للزميل عيد والزملاء في الاستديو. يعطيك الصحة والعافية زميلنا أحمد الفرحان من الدائرة السادس، وأطلعنا بآخر الأخبار الخاصة بالطرق السريعة، فبارك الله فيك على جهودك المبذولة. يعني زميلتي أماني ما شاء الله تبارك الله، كل الشكر والتقدير لإخواننا القائمين على جميع وزارات الدولة اللي يعملون أول بأول. نعم. ولكن هناك مقاطع انتشرت اليوم خاصة بإدارة طبعاً إدارة الأطفاء. نعم. بدخولهم البيوت خاصة في السراديب وأنقاذ بعض الأطفال. أيضا كانت هناك مقاطع خاصة برجال الداخلية لأحد الجسور يشيلون وهم بيدهم قاعد يشيلون الصخر، فبارك الله فيكم وعساكم العافية على القوة. اي والله على الجهود الجبارة، كل الشكر لهم وللجميع وكافة وزارات وهيئات الدولة. طبعا لازلنا مستمرين معكم مشاهدينا، ونرحب عيد بضيفنا طبعا متواجد ويانا ونمسي عليه بالخير، وراح تكون عندنا مساحة حوارية معاه طبعا السيد خالد بن إبراهيم آل الشيخ، مدير عام مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمفوض العام لجناح مجلس التعاون في معرض إكسبو 2020 دبي. حياك الله معنا استاذ خالد، السلام مبارك. يعني بدايه نتكلم معاك عن المسيره الخاصه بالتكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون. حياكم الله
هذه فرصة جدا طيبة لمشاركتكم في هذا البرنامج أيضا الفترة وأيضا البرنامج المهم. هذه الفترة يعني نعيش أيام خليجية في دولة الكويت وفترة خير ومطر وفترة خير ومطر وبركة. فإن شاء الله إن شاء الله أثرها دائما طيبة علينا وعلى إن شاء الله وطننا الخليجي بحول الله. بداية اسمحوا لي بس أني أقدم الشكر لدولة الكويت أميرة وحكومة وشعبا على يعني الدعم الكبير المقدم لمجلس التعاون الأمانة العامة لمجلس التعاون في كافة برامجها وفي مشاريعها. وأيضا هذه أحد الدعم اللي يقدمونه لنا دولة الكويت ممثلة بوزارة الإعلام الكويتية في مشاركتنا في تقديم هالفعاليات عن مجلس التعاون للتعريف المواطن الخليجي والمواطن الكويتي تحديدا بأبرز المشاريع التكاملية وأبرز المشاريع اللي تخصهم كمواطنين خليجيين. ممتاز. يعني أستاذ خالد ديرت أيضا تستعرض لنا أهم المؤشرات الاقتصادية حول دول مجلس التعاون. نعم. تسمحين لي في البداية بس أنا أعطيك طبعا مسيرة التكامل الاقتصادي يعني مرت بمراحل عديدة. يعني من بداية تأسيس المجلس كان هناك توقيع الاتفاقية في عام الاتفاقية الاقتصادية عام 1981. وأيضا انتقلنا فيما بعد إلى منطقة التجارة الحرة في عام 2003. واستمرت يعني هذه المسيرة بالاتحاد الجمركي 2003 ومن ثم إعلان السوق الخليجية المشتركة اللي هي تعني بالمواطنة الخليجية في عام 2008. والآن يعني احنا ننفذ مجموعة من البرامج الخاصة بالسوق الخليجية. هي تتكلم عن 10 مسارات تمس المواطن الخليجي بشكل مباشر وتعنى بمعاملة المواطن الخليجي معاملة واحدة في كافة دول المجلس، بحيث أنه إذا انتقل أي مواطن خليجي لأي دولة خليجية فيتعامل بنفس معاملة مواطني الدولة. فكثير من البرامج والمشاريع عندنا الاتحاد النقدي طبعا أعلن عام 2010 بطاقة الهوية الموحدة اللي بإمكان المواطن الخليجي يتنقل أيضا فيها في 2011. ونطمح إن شاء الله إلى الوحدة الاقتصادية بحلول عام 2025. هذه يعني أهم يعني مشاريع الأول سلسلة المشاريع اللي مرت فيها يعني بشكل عام يعني. نعم ممتاز. إذا بتتكلم تحتاجين نتكلم مثلا عن بعض المؤشرات الاقتصادية. نعم يا ريت تستعرض لنا. طبعا يعني لو نتكلم عن مساحة دول مجلس ككتلة واحدة ألف تقريبا 2.4 مليون كيلومتر، عدد السكان تقريبا 54.7 مليون مواطن خليجي. كل مليون كيلومتر تقريبا فيه 23 مليون مواطن خليجي. التضخم لا يتجاوز كمجمل باستثناء طبعا السكن لا يتجاوز 1%. معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.4%. ودخل الفرد الخليجي الواحد تقريبا 26 ألف دولار سنويا. في مؤشرات أيضا تعكس قوة الاقتصاد الخليجي ككتلة واحدة. وأيضا تعزز من مكانته على المستوى العالمي. يعني دول الخليج تقريبا وفعليا هي الرقم واحد عالميا في إنتاج النفط والغاز، الرقم الثالث عالميا في احتياطيات الغاز. الرقم الثاني والرقم الثالث في إنتاج الغاز. الرقم الخامس في الفائض التجاري السلعي والرقم 13 في الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم برقم تقريبا 1.5 تريليون دولار. فهذه ايضا مؤشرات تعطي الاقتصاد الخليجي او تعطيكم مؤشر مدى قوه الاقتصاد الخليجي ومؤشرات ايجابيه نفس الوقت وجدا مؤشرات ايجابيه. يعني هذا الكلام ايضا يقودني الى سؤال مهم تطرقت له مريت على موضوع الاقتصاد دول مجلس التعاون. تكلم عن التنافسيه في هذا الاقتصاد. نعم طبعا لما نتكلم عن التنافسية اللي هي قدرة الاقتصاد على جذب أولا على جذب الاستثمارات ومش فقط جذب الاستثمارات، أول شيء على المنافسة أنه يستطيع أن ينافس الاقتصادات الأخرى الدولية وأيضا قدرته على أن يجذب الاستثمارات الدولية وتكون هناك استدامة. أنت ممكن تجذب الاستثمارات لكن ما يكون هناك استدامة. حقيقة دول المجلس تبذل جهود كبيرة في هالمجال. ولو استعرض لكم مثلا خلينا على أساس نختصر عليكم دولة الكويت تحديدا أنشأت عديد من القوانين والأنظمة الحقيقة اللي تجذب اللي هي تكون داعمة لجذب الاستثمارات. وأيضا من خلال يعني من ضمن النقاط اللي سووها واللي إيجابية
أنه عملية التقديم على الحصول على الرخص المستثمرين وضعوها في منطقة واحدة، وبالتالي المستثمر يستطيع من خلال مكان واحد الحصول على جميع عملية التسهيل يعني. نعم، وهذه فيها تسهيل كبير للتجارة، كل هذه تدعم تنافسية الاقتصاد. ولا زال العمل قائم، وأنا يعني يمكن أعرج على بعض النقاط بعد شوية على موضوع هيئة الشؤون الاقتصادية وإنشائها ودورها، واللي من ضمنها تعزيز التنافسية الخاصة بالاقتصاد الخليجي. ممتاز. احنا استاذ خالد بدنا نتكلم أكثر ونفتح وياك، يعني الوقت معك ما يمل، فإذا حاب تضيف أيضا كلمة للمشاهدين بشكل سريع. نعم. أنا بس إذا تسمحوا لي الآن احنا أعطيتكم نبذة بسيطة عن التكامل اللي تم في إطار مجلس التعاون. عزز هذا التكامل الحقيقة بإنشاء هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية في عام 2016، قرار المجلس الأعلى اللي أشار لإنشاء هيئة عالية المستوى. دور الهيئة الحقيقة تعمل على معالجة كل المعوقات في مجال التكامل الاقتصادي وتحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025. والنقطة الثالثة، أي مشاريع ومبادرات تدعم التكامل بين دول مجلس التعاون في مجال الاقتصادي والتنموي، وبالتالي الهيئة إن شاء الله حيكون لها دور كبير في تحقيق الوحدة الاقتصادية. بارك الله فيك، كل شكر وتقدير لك. طبعا الله أدركنا اليوم وقت سريع معنا في البرنامج، وعساك القوة إن شاء الله يكون لقاءات أخرى معك. شاكرين لكم خالد، شاكرين لكم إتاحة الفرصة لنا، واسمحوا لنا إذا طلنا عليكم في بارك الله فيك. كل الشكر لك. إذن مشاهدينا لازلنا مستمرين معكم في برنامج مساء الخير يا كويت، وعلى الهواء مباشرة. فاصل ولنا عودة وياكم. حياكم الله من خلال برنامجكم برنامج مساء الخير الكويت، ومتابعة للجهود المبذولة من مختلف الجهات. يسر أن يكون معنا الأستاذ منذر الجلاهمة، مدير إدارة الطوارئ الطبية، للوقوف أكثر على الجهود المبذولة من قبل إدارة الطوارئ الطبية ودورها في عمليات الإنقاذ وجاهزيتها دائمة في التعامل مع مختلف الظروف. في البداية نقول مساء الخير ويعطيك الصحة والعافية أستاذ منذر، ونتكلم عن دوركم واستعداداتكم بشكل عام في هذه الأوضاع. مساكم الله بالخير. استعدادنا كان سابق للحدث نفسه بالتنسيق مع إدارات الطوارئ الأخرى، إدارة الأطفاء وإدارة الداخلية وكذلك خبراء الأرصاد. فتم تبليغ قادة إسعاف المناطق بالاستعداد، وعدد مراكزنا 74 مركز إسعاف، وكذلك بتوجيهات من معالي وزير الصحة وكيل الوزارة، وقمنا بالتنسيق كذلك مع الدفاع المدني وكذلك مناطق الصحية مدراءها ومدراء المستشفيات. فكانت عندنا من الساعة 7 مساء أمس إلى 7 صباحا عدد 767 حالة تم نقلها، ولكن احنا نتكلم عن وقت الذروة، كانت من منتصف الليل الساعة 12 إلى الساعة 10 صباحا. كانت عندنا 205 حالات هذه الفترة، لكن احنا كنا مدققين على الحالات اللي هي 157 حالات الربو وحالات القلب، وكذلك حوادث الطرق اللي هي كانت عددها 40. بعدها بعد الساعة 8 قمنا بال مثل ما تقول تشغيل الإخلاء الجوي، الطيران الهليكوبتر، لأن ذيك الفترة ما إحنا قادرين نستخدمه. فتدارك الوضع بالكامل وتنسيق مع الجهات المعنية بالكامل، وهذا وكل الشكر على هذا التنسيق وهذا الجهوزية. خدمنا للأمانة قرار مجلس الوزراء في التعطيل، لأن فعلا كانت الطرق المؤدية للحوادث كانت مسكرة، فكنا نستخدم الطرق البديلة، فكان القرار جدا صائب ويشكرون عليه. هذا باختصار بالنسبة حق استعداد إدارة الطوارئ الطبية ووزارة الصحة لهذا الحدث. نعم، يعطيك الصحة والعافية أستاذ منذر. أنا ودي أعرف كيف تمت متابعة حالات الطوارئ من خلال مركز الإدارة في صبحان، وذكرت أنت طبعا عدد الحالات اللي تم التعامل معها.
عندنا غرفة العمليات في إدارة الطوارئ الطبية صبحان، وكذلك عندنا الاتصال المباشر مع وزارة الداخلية وإدارة الأطفاء وجهات الطوارئ الأخرى والدفاع المدني وكذلك المستشفيات. فعندنا الاستعداد إن بحيث أن نعرف الطرق، الأماكن، البلاغات، نوعية الحالات، الرصد، الحالات اللي أو المستشفيات اللي عليها لود، كذلك المستوصفات. فالعملية هي باختصار عملية أرقام معينة بحيث إذا كثر اللود على مكان بحيث أن نعطيه الإسناد ونعطيه الإمداد بنفس الوقت. نعم، بارك الله فيكم على هذه الجهود المبذولة. فضل. يعني ما شاء الله تبارك الله، اليوم الكويت بجهاتها المختلفة كانت خلية نحل تعمل بأول. أنا ودي أعرف آلية التنسيق بين المراكز المنتشرة في دولة الكويت من خلال عملكم. عدد مراكز الأسعاف 74 مركز، لهم قادة مناطق وسبع قادة مناطق وكذلك رؤساء مراكز، بحيث أن تكون الاستعداد للسيارات الأسعاف، جهوزيتها، المعدات، البنزين، الطرق المؤدية تكون بالسابق عارفينها شنو الطرق السالكة والطرق الغير سالكة. كذلك احنا اتصالنا المباشر مع وزارة الداخلية، فعندنا مسبق أن هذا الطريق مسكر، هذا الطريق مفتوح، الطرق البديلة، فيساهم كثير في عملية الوصول للحالات أو سرعة الاستجابة للطلبات نفسها. كذلك تنسيقنا مع إدارة المستشفيات في عملية نقل الحالات الطارئة والغير طارئة من مستشفى إلى المستشفيات التخصصية. نعم. أستاذ منذر، أنت ذكرت في البداية الإحصائية خاصة بالأرقام، بداية طبعا منتصف الليل ومن ثم طبعا إلى الساعة الثامنة. أنا ودي أخذ الرقم النهائي الخاص بحالات الطوارئ. حالات الطوارئ اللي قلت لك يا 767 حالة، منهم العاجل ومنهم الغير العاجل، ولكن التوتل بالكامل 767، لكن أنا قاعد أتكلم عن وقت الذروة اللي خصيتها ب 157 حالة اللي من الساعة 12 منتصف الليل إلى الساعة 10 صباحا. فهذه اللي كانت الحالات عندنا. الله يعطيكم الصحة والعافية. يعني تم التعامل مع 760 حالة في الطوارئ من خلال هذا العمل بشكل عام. أنا ودي أتكلم أيضا عن الدور المهم والكبير للكوادر العاملة في إدارة الطوارئ الطبية عبر تسيير الأمور ومتابعة حالات الطوارئ بشكل عام. هو بشكل عام فنيا طوارئ طبية متخصصين، وكذلك في عندنا الفني طوارئ طبية المتقدم اللي باختصار هو البارامديك، بحيث انه يتعامل مع الحالات. في عندنا توزيع القوى العاملة بحيث مراكز الاسعاف فمتوزعين فيتعاملون مع الحالات. لكن احنا اذا تكلمنا عن هذا اليوم احنا قاعد نتكلم عن حالات الربو، خصوصا في هذه الاجواء الممطرة او اجواء الغبار، فتكثر عندنا حالات الربو. فكنا مجهزين عندنا سيارات الأسعاف لحالات الربو أكثر شيء، وهذا اللي كنا قاعد نواجهه في عدد 157 حالة في تلك الفترة. نعم. هطول الأمطار. أستاذ منذر الجلاه، مدير إدارة الطوارئ الطبية، أنت ذكرت أن اللهم لك الحمد يعني ساعدكم قرار مجلس الوزراء في عملية تعطيل الدوائر الحكومية وأيضا المدارس. هل هناك صعوبات واجهتكم اليوم في عملكم؟ والله في صعوبات، إن بحيث إن في بعض الطرق اللي كانت المباشرة إلى المستشفيات كانت في بعض الطرق أو الخطوط السريعة كانت مسكرة، خصوصا اللي تحت الجسور بحيث إن إحنا نستخدمها بشكل يومي، فاحتجنا إن نأخذ الطرق البديلة. الطرق البديلة هذه تؤدي إلى تأخير في عملية وصول سيارات الأسعاف لمكان الطلب، وكذلك تأخير في وصول إلى المستشفى. فعلا هذا احنا واجهنا هم ان عندنا اكثر من 3 سيارات اسعاف ما قدرت تسلك في هذه الاجواء، خصوصا الممطره او غزاره الامطار، ولكن الجهود المتواصله مع رجال الاطفاء وكذلك اداره النقليات مشكوره بوزاره الصحه قامت اخراج الونش بحيث انه يخرج سيارات الاسعاف الى الاماكن الامنه. هذا باختصار المشاكل اللي واجهناها، يعني مقارنة بالسنوات السابقة لا يعني لا تذكر. الحمد لله، اللهم لك المشاكل هذه. أستاذ منذ رسالة تحب توجهها إلى كل مواطن ومقيم خلال هذه الأجواء غير المستقرة أحيانا وهذه حالات الطوارئ التي تحدث من خلال هذه الأجواء.
والله بالعكس، الله يعطيهم ألف عافية. يعني شعب واعي، شعب متعاون، ومن نفس ما يقولون سيف ومجرب، ما قصر معنا، بالعكس تعاون معنا على حسب الأوامر اللي صارت، إن عدم الخروج الحالات إلا للضرورة، وكذلك عملية تواصلهم برقم 112 للطوارئ وشرح حالتهم المرضية. فيعطيهم ألف عافية، وإن شاء الله يكون مطر خير علينا وعلى جميع المسلمين يا رب. اللهم آمين، ويكون صيب نافع غير ضار على البلاد والعباد. كل الشكر والتقدير لكم أخوانا في إدارة الطوارئ الطبية، وأيضا أستاذ منذر الجلامة، وعساكم على القوة. لازم نتواصل معكم من خلال برنامج مساء الخير الكويت في نبض الشارع، أول بأول نطلعكم على آخر الأخبار وآخر الأحداث وآخر التوقعات. أيضا عندنا محطة حوارية في برنامج مساء الخير الكويت، ورحب طبعا في ضيفنا هو زميل عبد العزيز القراوي، مراقب التنبؤات الجوية بالإدارة العامة للطيران المدني، للوقوف أكثر على آخر تطورات أحوال الطقس التي تتعرض لها البلاد حاليا. يعطيك الصحة والعافية وبارك الله فيك. الله عافيك، حياك الله أخوي عيد، ومسي عليكم بالخير وعلى زميلتنا إيمان وعلى السادة المشاهدين. الله يسلمك، مسي عليك بالخير أستاذ خالد، وإحنا سعداء من خلال وجودك ويانا، والمشاهدين قاعد ينطرون طبعا يعني آخر المستجدات. يا ريت لو تعطينا، شفنا هطول الأمطار على ديرتنا الكويت الحبيبة، وإن شاء الله أنها تكون أمطار خير يا رب، وأيضا طقس غير مستقر. فيعني يا ريت تعطينا ايضا خلينا نقول صوره للايام القادمه يعني بمناسبه هطول الامطار. طبعا لله الحمد والمنه امطرت الكويت في كميات جدا ممتازه، نعم، تراوحت ما بين المتوسطه والغزيره في بعض مناطق البلاد. تمركزت شده السحب الركاميه على مدينه الكويت وبعض المناطق السكنيه، تجاوزت 50-58 سجلت في مدينه الكويت. نتكلم عن النظرة القادمة حق الأيام القليلة القادمة، نعم. يعني في توقعات أن الأمطار بمشيئة الله ولله الحمد متواترة على فترات، وكذلك بكميات متفاوتة في غزارتها، نعم، وكذلك ما بين المتوسطة للغزيرة. اليوم راح نواجه استقرار نسبي في الطقس. الفجر إن شاء الله من بعد منتصف الليل هناك تكونات بعض السحب، خاصة في المناطق الجنوبية من دولة الكويت، أمطار خفيفة بمشيئة الله تستمر للساعات الأولى من صباح يوم الغد، نعم، ممكن أنها تتقدم شوي إلى مطار الكويت الدولي، وكذلك بعض المناطق السكنية مثل يعني القرين صباح السالم وكذلك مبارك الكبير، متوقع أن تتأثر في أمطار متفرقة خفيفة. يرجع يعني الاستقرار مرة ثانية من بعد منتصف نهار يوم الغد، وهكذا وترجع فرص الأمطار في المساء. هناك حالة جوية مترقبة، نعم، متوقع أن تكون متوسطة إلى شديدة ابتداء من مساء يوم الجمعة القادم، راح تستمر ويانا ذروتها يوم الأحد والأثنين. يعني الجمعة مع السبت والأحد والأثنين. الجمعة إيه، من الجمعة بالليل. مستقر. إيه، السبت والأحد طقس غير مستقر، وتبدأ تتحسن في يوم الأثنين، ولكن لا تزال تحت المراقبة. ونتمنى أنها تكون أمطار خير إن شاء الله، ولكن في هذه الفترة أو في الحالة الجاية متمركز كميات الأمطار في المناطق الشمالية أكثر من المناطق السكنية والجنوبية. نعم. يعني توقعات إن شاء الله يوم الجمعة، يعني خلال بكرة الأوضاع تكون مستقرة نوعا ما نسبيا، إذا في أمطار أمطار خفيفة إن شاء الله. شنو رسالتكم للجمهور؟ إحنا دائما كجهة رسمية أول شيء وكأشخاص مختصين في هذا المجال نقدر ونعي مدى تأثير هذه العواصف الرعدية على سواء على الأشخاص أو الممتلكات. نعم. يعني سجلت بعض محطات الأرصاد الجوية الأوتوماتيكية سرعة هبات، وهي الرياح القاست اللي تكون هبة بأجزاء أو بدقائق أو أجزاء من الدقائق تجاوزت 120 كيلومتر في الساعة. هذه الهبات لو كانت فوق مناطق سكنية مثلا فيها صيانة أو فيها أعمال بناء راح تأثر تأثير كامل للأمانة، ولكن الحمد لله سجلنا وحدة في مطار الكويت الدولي وصلت 90 كيلومتر في الساعة. نعم. منصة راس السالمية سجلت كذلك، الحمد لله أنها ما كانت في يعني بلاغات من ناس طالعين بحر في هذه الأوقات أو شيء. فدائما إحنا ننوه الأخوان مرتادين البحر وكذلك اللي عندهم أنشطة خارجية، أيضا اللي عندهم مشاكل صدرية لاحظنا ارتفاع نسبة الرطوبة، فهذا يؤدي إلى حالات اختناق في معظم الأوقات.
المتابعة المستمرة للنشرات الجوية، أخذ الحيطة والحذر. هناك أحيانا وزارة الصحة الأخوان مشكورين، وكذلك وزارة الداخلية يدزون أو يحطون في حساباتهم الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي طرق الوقاية أو طرق الحيطة والحذر أثناء هذه العواصف. أيضا كذلك إدارة الأرصاد الجوية تنشر مثل هذه الثقافة. نحتاج فلاشات توعوية، ممكن يعني بالتعاون مع تلفزيون الكويت نقدر نسوي لنا مجموعة أو نشكل فريق فلاشات توعوية حق هذه الحالات المطرية وكذلك التقلبات الجوية. ونتمنى أن تؤخذ في عين الاعتبار التحذيرات والتنويهات الجوية تطلق إدارة الأرصاد الجوية. نعم، كل الشكر لك طبعا زميلنا والأستاذ خالد الجمعان خبير الأرصاد الجوية على هذه النصائح والإرشادات، يعني نتمنى الكل يأخذها بعين الاعتبار. كل الشكر لك. يعطيك العافية. طبعا زميلنا هي راحت على زميلة خالد الجمعان عزيز القراوي، زميلنا طبعا كلهم مكملين البعض، يعني يعطيهم الصحة والعافية اخواننا واعزاء علينا، يحتاج دائما نتشرف فيكم. الله يعافيكم، يعني كنا معاك ونشكرك ايضا انك معانا اليوم يطلعنا على اخر الاخبار. الله يعافيكم، الساعة مباركة. نعم كل شكر لك. يصادف طبعا اليوم 6 نوفمبر الذكرى 27 لإطفاء آخر بئر نفط، تلك الذكرى التي سجلت مرحلة جديدة في تاريخ دولة الكويت الحديثة. المزيد في سياق التقرير التالي الخاص بإطفاء آخر بئر نفطي. يصادف يوم 6 نوفمبر الذكرى 27 لإطفاء آخر بئر نفطي، تلك الذكرى التي سجلت مرحلة جديدة في تاريخ دولة الكويت الحديث، بعدما استطاعت دولة الكويت بجهود أبنائها المخلصين وتضحياتهم وبمساعدة الدول الصديقة من السيطرة على أكبر كارثة بيئية شهدها التاريخ، والتي تمثلت في قيام القوات العراقية الغاشمة بحرق ما يفوق عن 732 بئراً نفطياً. إن كارثة حرق آبار النفط الكويتية تعد دليلاً واضحاً على آثار الحروب المدمرة على البيئة والكائنات الحية، وكذلك حرق آبار النفط أوقع آثاراً جسيمة على صحة الإنسان الذي يعيش على أرض الكويت، وذلك من خلال ما أحدثته من تلوث للهواء والماء، حيث امتد حرق الآبار ليشمل المياه الجوفية التي تعاني الكويت في الأساس من ندرتها. إن إطفاء الآبار المشتعلة استغرق 8 شهور، وأن تلك الفترة الزمنية حطمت التوقعات التي كانت تشير إلى فترات زمنية متباعدة وبتكاليف مالية وبشرية كبيرة. وشارك سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه في الاحتفال الذي أقيم لإطفاء آخر بئر محترق في الكويت بتاريخ 6 نوفمبر عام 1991. إن تجربة إطفاء الآبار المحترقة في دولة الكويت كانت دافعاً قوياً وباعثاً حقيقياً لتطوير مبادرات وآليات مجابهة الأزمات، فضلاً عن الاستعداد للتعامل مع أي طارئ أو كارثة تهدد البيئة وفق مقاييس مهنية ومنظمة ومدروسة ضمن روح الفريق الواحد. شكراً لكل الشرفاء الذين ضحوا من أجل الحفاظ على ثروة الكويت، وللأصدقاء الذين ساهموا في إطفاء آبار النفط المشتعلة. مشاهدي الكرام، وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج مساء الخير الكويت، نلتقي معكم إن شاء الله في الغد. في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل الشكر لكم وفي أمان الله، مع السلامة.